السلام عليكم. قلدتني الليالي وهي مدبرة كانني صارم في كف منهزم. هذا البيت الخالد الذي قاله المتنبي ينطبق على الذين يعيشون ليالي القهر والهزيمة الإنسانية في الزنازين المظلمة التي تتصدر الصحف والمواقع العالمية تحت عناوين من بينها السجون الإماراتية في الأراضي اليمنية. تقول العبارات المروية إن السجن حرمان كامل من الزمن والمكان. والعيش خارج الحياه فكيف عندما تكون تلك السجون من عينه اقبيه التعذيب التي اشار اليها تحقيق وكاله الاسوشيتد بريس تحقيق جديد وموسع تحدث عن جرائم وانتهاكات الامارات في سجون تابعه لها في اليمن تضمن التحقيق شهادات العديد من الضحايا من بين اولئك الذين تقطعت بهم سبل الحياه والحريه وبات الموت امنيه هانيه بالنسبه لهم خشيه التعذيب أرفق السجناء الذين تحدثوا لوكالة اسوشيتد بريس رسوماً عن طرق التعذيب عبر رسام تم اعتقاله قبل عام وفقاً للتقرير الذي ترجمه للعربية موقع يمن مونيتور. المساء اليمني مشاهدينا الكرام يفتح مجدداً ملف التعذيب في السجون الإماراتية في المناطق الجنوبية ويبحث في النقاط الآتية: التحقيق الموسع عن السجون الإماراتية لوكالة اسوشيتد بريس قصص عن جرائم التعذيب شهادات السجناء والمواقف الحقوقية والإنسانية من هذه الجرائم والاستلاب استلاب الموقف الرسمي للشرعية من تعذيب اليمنيين وانتشار السجون الإماراتية على الأراضي اليمنية في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هنا في الأستوديو البرلماني والحقوقي شوقي القاضي وسينضم معه آخرون عبر الهاتف مساء الخير أستاذ شوقي أهلا بك معنا في هذه الحلقة ودعنا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير لنعود بعده للنقاش أسوأ ما في الأمر هو أنني كنت أتمنى الموت كل يوم، ولا أستطيع أن أجده. <applause> بهذه النبرة التي تلخص المأساة، يسرد أحد المختطفين يوميات التعذيب في السجون الإماراتية التي وضعت فيها مختطفين ومخفيين قسرا. قصص من جرائم التعذيب يشيب لها الرأس، وتضع في الضمير الإنساني علامات استفهام كبيرة بحجم المباني الشاهقة في العالم التي تحمل عناوين كبيرة. من بينها الأمم المتحدة التي تحوي مضامين من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم تدير ظهرها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. التحقيق الموسع عن السجون الإماراتية لوكالة أسوشيتد بريس أزاح الستار عن الزنازين المظلمة التي تنتشر بالتوازي مع المدرعات الإماراتية. وحيثما وجدت الإمارات في اليمن تواجدت مساحات الظلام والتعذيب والاختطاف. بحسب متابعين هناك في عدن عالم مخفي من عمليات التعذيب الممنهجه في سجون تديرها الامارات والجديد في الوحشيه التي تكشفها نتائج التحقيقات المتتابعه هو تنوع وسائل التعذيب من بين تلك النتائج تحقيق وكاله اسوشيتد بريزل الامريكيه لسجناء في المعتقل الرئيسي الذي تديره الامارات في منطقه بير احمد بمدينه عدن اضافه الى نزع الغطاء عن اصناف من التعذيب مورس بحق المختطفين بحسب الشهادات التي رصدتها الوكالة الأمريكية، فإن القائمين على جرائم التعذيب انتهجوا جدولاً زمنياً محدداً طوال أيام الأسبوع، وتم تخصيص يوم الجمعة للسجن الانفرادي، وتقول الوكالة: من بين خمسة سجون توجد أربعة منها في عدن، بحسب مسؤولين أمنيين وعسكريين يمنيين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم خشية تعرض حياتهم للخطر. رغم قصص جرائم التعذيب وشهادات الذين تم مصادره حريتهم وادميتهم، الا انه له موقف رسميا للشرعيه ازاء تعذيب اليمنيين وانتشار السجون الاماراتيه على الاراضي اليمنيه. تحقيق جديد وموسع استاذ شوقي يتحدث عن جرائم وانتهاكات تقوم بها الامارات في سجون تابعه لها في اليمن. هذه المره للاسف يتضمن شهادات العديد من الضحايا، كيف تابعت انت هذا الامر؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله شكرا لك أستاذ آسيا وشكرا للأخوات والأخوة في القناة وتحية للجميع دعيني في البداية أن أنتهزها فرصة ونحن على مشارف تحرير الحديدة إن شاء الله تعالى بأننا ندعم ونؤيد تحرير الحديدة ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح خطوة مهمة لإنهاء آه انقلاب ماليشيا الحوثي ولكن في نفس الوقت أيضا آه أتمنى من الإخوة في الشرعية وفي التحالف أن آه يتنبهوا إلى موضوع المدنيين الحوثيون وماليشيا الحوثي آه لا ترعى في مواطن إلا ولا ذمة وبالتالي لا يهمها المدنيون ولا يهمها أحد بل بالعكس ربما ترتكب جرائم ضد المدنيين لاثاره الراي لا. لا. ولهذا اتمنى من الاخوه في الشرعيه والتحالف ان يعدوا اماكن لاستقبال هؤلاء المدنيين اللاجئين النازحين وان يعدوا ايضا وسائل مواصلات لان كثير من هؤلاء لا يمتلك قيمه المواصلات الامر الاخر ايضا انبه المنظمات الدوليه بان لدى اليمنيين الاف المعتقلين في سجون مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعه لسيطرتهم يتعرضون للتعذيب يتعرضون للقتل يتعرضون للاعاقه يتعرضون لمختلف, لمختلف نعم. نعم. وهذا يعني ما نتابع ايضا وانا متاكد كل... بانكم قد افردتم حلقات وحلقات نعم. ولكن دعونا لارتباط الموضوع مع بعضه قبل ذلك ايضا قد يسال واحد سؤال يعني معليش دعونا نتحدث صلح. بكل شفافيه لماذا يثار مثل هذا الموضوع في مثل هذه الظروف؟ انا اريد هنا ان اؤكد على ان حقوق الانسان لا يتوقف مطلقا الحديث عنها. وحقوق الانسان لا يتوقف مطلقا مناصرتها، ابدا. ولا يعني ان لدينا حتى لو كان هؤلاء المعتقلون لدى الشرعيه نفسها، لدى مؤسسات الشرعيه، لوجب علينا في كحقوقيين وكاعلاميين ان نثير مثل هذه القضايا لانه ليس هناك مبرر مطلقا لاي ظلم على اي يمني في اي مكان ليس هناك مبرر باننا في ظروف حرب واننا ومعروف عالميا بان لدينا القانون الدولي الانساني ولدينا قانون حقوق الانسان قانون حقوق الانسان لرعايه حقوق الانسان في السلم والقانون الدولي الانساني لحقوق الانسان اثناء الحرب وبالتالي فان قضيه حقوق الانسان قضية متلازمة لا يمكن مطلقاً أن تتوقف ولهذا أتمنى أن ينشط الجميع في كل مناطق اليمن لمناصرة حقوق الإنسان المعتقلين المقترفين إلى, إلى غير نعم. ذلك دعونا ندخل الآن في الموضوع طب. أختي الكريم الكريمة فيما يتعلق بهذه السجون أنا بالنسبة لي وأطرها في عنوان التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أنا ليس لدي فرز لأن التحالف دخل بمنظومة واحدة بل بقيادة المملكة العربية السعودية ولهذا عندما أتحدث أنا بالنسبة لي على هذه الانتهاكات إنما أشير بأصبع الاتهام إلى التحالف نعم. بمكونيه الرئيسيين المملكة العربية السعودية نعم وما, يحدث وما يحدث في عدن من قبل الإمارات بصمت السعودية يجعلهما شريكة في نفس الـ أنا بالضبط أنا نعم. أنا بالنسبة لي فقط لكي أحرر المصطلحات يعني تم. أولاً إذا تساءلنا نحن الآن هذا السؤال لماذا جاء التحالف؟ جاء التحالف معروف لمناصرة اليمنيين لاستعادة لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتعزيز وتمكين مؤسسات الشرعية ثم بعد ذلك بقية الخطوات. إذا جاء التحالف لهذا الهدف أُعلن عنه في مؤتمر الرياض، أُعلن عنه في الاتصال الدولي، أُعلن عنه في الناطق الرسمي، أُعلن عنه بوضوح وبالتالي انتظر اليمنيون عندما تحررت عدن من مليشيا الانقلاب الحوثي وتحررت اخواتها المحافظات الاخرى من هذه الميليشيا القاتله الكهنوتيه التي تتحمل كل وزر يقع في اليمن كل كارثه في اليمن يتحملها الانقلاب في المقام الاول لانه هو السبب ولولا هذا الانقلاب لكان اليمنيون اليوم قد اتموا الاستفتاء على الدستور وقد اتموا الانتخابات البرلمانيه وربما أتموا انتخابات الرئاسة ولربما ساروا في بناء اليمن الاتحادي إذا لماذا جاءت جاء التحالف جاء التحالف لاستعادة لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومن ثم ظل اليمنيون وانتظروا بكل أمل أن تتحول المحافظات المحررة محررة. لنموذج لبناء اليمن ال وعوده اليمن الدوله وعوده الدوله ومؤسساتها وعيش المواطن وشعوره ولو كان ذلك قد تم لتحررت والله كثير من المحافظات تلقائيا بحثا عن بحثا عن هذا النموذج الرائع ولهذا هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه ايضا في في موضوع السجون المعتقلات نتساءل ما اين الشرعيه بالضبط الشرعيه بالضبط منعت من قبل التحالف التحالف نعم هناك ضعف وهناك مسؤوليه تتحملها الشرعيه برئاسه الرئيس هادي والحكومه و... وايضا نحن كنواب نحن نتحمل جزء من هذا الخطا وربما جزء كبير لكن التحالف ومكوناته منعت الشرعيه من التواجد وتعزيز مؤسساتها في محافظه عدن وسائر المحافظات الاخرى وانشات مكونات اخرى بعيدا عن مكونات الشرعيه الامنيه والعسكريه وغير ذلك فانشات مليشيا انا بالنسبه لي لا اسميها الا مليشيات جديده تتعامل مع المواطنين بنفس عقليه المليشيا ومن ثم وجدت السجون. السجون ووجد المعتقلون ووجد المختطفون كما تشير منظمات حقوق الانسان كما تشير امهات هؤلاء المعتقلين الامر ما عاد مخفيا وبالتالي فان هذا الوضع يعني وضع سيء يعني ومؤشر خطير يجعل الشرعية في حرج ويجعلنا نحن أيضا كمناصرين للشرعية في حرج شديد ويجعل التحالف في مأزق حقوقي ببقى كبير ببقى. نعم التقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وهو ليس التقرير الأول آه الذي يشير لوجود آه سجون آه سرية ويتحدث بشكل مباشر قصص التعذيب في هذه السجون أستاذ شوقي هل يعني أن هذه الجرائم الآن باتت محط اهتمام المجتمع الدولي خاصه يعني والمتتبع للغه التقرير يجد ان هناك يعني انه لم يعد العالم يعني لديه القدره على الصبر بوجود كل هذه المخالفات القانونيه والانسانيه التي تحدث لهؤلاء المساجين. نفرق في موضوع فيما يتعلق بالعالم، نفرق ما بين مؤسستين. المؤسسات الرسميه الاستخباراتيه هذه مؤسسات يعني للاسف لا تراعي لا حقوق ولا حريات بقدر ما تراعي مصالحها وانانياتها وبالتالي لكنها في نفس الوقت تجمع مثل هذه الانتهاكات لتستخدمها ورقه في تحقيق اهدافها في وقت الحاجه فقد تكون الان المؤسسات هذه المؤسسات قد تكون الان في رضا عن هذه الدوله او تلك لكنها في لحظه ما ستفتح هذه الملفات كما فتحت على بعض دول الخليج في زمن قريب ونفرق أيضاً بين مؤسسات أخرى حقوقية وناشطة تشتغل ومنها المنظمات الآن التي كشفت مثل هذه السجون ويعني بعض هذه المؤسسات لها تقارير تشير بأن هناك أكثر من ألفين معتقل ومختطف القضية فقط ليست اعتقالات اختطاف القضية و... أيضاً اختطاف وتغييب تغيب ثم بعد ذلك تزداد الكارثة والمأساة بالتعذيب هناك صور من صور التعذيب نقلت عن هذه السجون لا يتحملها إنسان مطلقا وبتهم أيضا يدل على أن هناك أجندة خطيرة جدا أجندة تصب لصالح الميليشيا الحوثيين عندما يلقى القبض على شباب المقاومة الذين كانوا هم المحررون لمحافظاتهم العدن وأخواتها من ميليشيا الحوثي كثير من هؤلاء الآن إما في السجون مختطف وإما كامل يعني. في البيت وإما هارب خارج هذه المحافظات. إذا القضية وما فيها ليست فقط في انتهاكات حقوق هؤلاء الناس كاختطاف واعتقال وتعذيب، أيضا هناك أجندة سياسية، أجندة خطيرة يعني لماذا هذه؟ لماذا بالضبط؟ أحد هؤلاء المعتقلين يتحدث عن التهم التي أرادوا أن يلصقوها فيه، في البداية اتهموه على أنه قاعدة، فلما لم يجدوا ما يثبت ذلك اتهموه على أنه تاجر حشيش، فلما لم يجدوا ذلك اتهموه بتهم أخرى وبالتالي ليست القضيه فقط انتهاكات وانما شيء مريب في اجنده التحالف بما يتعلق بهذه الظاهره نعم. استاذ شوقي يعني كونك باحث في القانون الدولي ما هو التوصيف لما يحدث من جرائم اختطاف وتعذيب وتغييب ايضا هي يعني تاتي في اطار انتهاكات حقوق الانسان هذا بشكل عام لان هذه المحافظات الان احنا عندنا الان كما قلنا اما سلم او حرب هذه المحافظات الآن ما عادت فيها حرب يعني لو أننا في مناطق الاشتباكات هناك يطبق قانون الدولي الإنساني وهو قانون حقوق إنسان ولكنه يطبق أثناء الحرب له معايير تتعلق بالحرب لكن محافظة عدن وبقية المحافظات هي محافظات محررة ما عادت فيها لا حروب ولا اشتباكات ولا شيء وبالتالي ما يقع فيها يقع في إطار انتهاكات حقوق الإنسان يقع في اطار الاختطاف والتغييب القسري، يقع في اطار الارهاب ما يسمى بارهاب المليشية لان ما يمارس لا يمارس من مؤسسات الدوله. لو كان يمارس من مؤسسات الدوله قلنا ما يسمى بارهاب الدوله، لكنه يمارس من قبل مكونات لم تعترف بها الشرعيه وانما اوجدها التحالف او جزء من التحالف لحاجة في نفسه ما عادت هناك مخفية، وبالتالي هي عبارة عن جرائم أيضاً تقع في إطار المكونات غير الشرعية. نعم، إذا ما هي خيارات أسر الضحايا في الدفاع عن حقوق أقاربهم في مثل هكذا ظروف يعني بداية حرب، صراع، سلم، يعني لم تعد حتى المسألة واضحة، هل هناك جدوى من محاولة البحث عن حقوقهم؟ هو بالتاكيد لي كما يقال لا يضيع حق وراءه مطالب هذه قاعده معروفه لكن علينا ان نقدر ظروف هؤلاء الناس اسرهم ايضا تعيش في حاله يعني خوف وارهاب يمارس ضد هؤلاء الناس ارهاب ايضا من هذه الميليشيا التي اطرت في اطر تحالفيه تتبع التحالف لكنها هي عبارة عن ميليشيا غير معترف بها من قبل رئيس الجمهورية ولا من قبل الحكومة ولا من قبل البرلمان ولا مؤسسات الدولة ومن ثم فإن أهالي هؤلاء المختطفين وهؤلاء المعتقلين يعانون أيضا من إرهاب وخوف وقهر وبالتالي أصواتهم كما يقال واطئة في خوف أيضا ولكن مهما كانت الظروف على أهالي المختطفين أن أولا يؤطروا أنفسهم في إطار مكونات مثل آآ يعني آآ أمهات المعتقلين مناصرية المعتقلين إلى غير ذلك خاصة النساء هنا لأنه نوعا ما لازالت مجتمعاتنا لازال مجتمعنا اليمني بفضل الله وبفضل هذه العادات والتقاليد يعطي المرأة ربما شيء من الحذر في مثل هذه الظروف فلا يتجرأ عليها أكثر من التجرؤ على الرجال ولهذا أنا أوصي هنا وأؤكد على أن أهالي الضحايا أهالي المعتقلين أهالي المختطفين أهالي المغيبين قسريا يجب أن يؤطروا أنفسهم في إطار مكونات ويجب أن يمأسسوا عملهم وأن يجروا يعني يعني يقيموا خطة في أولا مواصلة استمرار آه وقفاتهم وفعالياتهم هذه الفعاليات م. التي رأيناها في التقرير لا يستهان بها مطلقا هي التي دفعت المنظمات الدولية للبحث للمجيء وللبحث وللتقصي ولهذا عليهم ان لا يتوقفوا مطلقا، اثنين عليهم ايضا ان يتواصلوا مع مؤسسات منظمات حقوق الانسان في الخارج، عليهم ان يتواصلوا مع مؤسسات الشرعيه كوزاره حقوق الانسان و... والا لا يتركوا باختصار لا يتركوا بابا الا ويطرقوه لانه ما ضاع حق وراءه نعم، هذه ربما ليست الحلقه الاولى التي يعني نتحدث فيها عن هذا الامر استاذ شوقي وكان معنا الكثير من أمهات المختطفين وحضر معنا في تلك الحلقة وزير حقوق الإنسان أو نائب وزير حقوق الإنسان وتحدثوا أنهم في صدد الإفراج عن عنهم وأنهم يتابعون الأمر ولكن يعني ربما قرابة سبعة أشهر منذ تلك الحلقة ولا جديد يعني الوقفة التي شهدناها كانت وقفة أمام قصر المعاشق للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين تعسفا لدى السلطات الأمنية يعني بعدا كيف يعني قبل أن نتحدث عن هذه النقطة ستكون معنا غيداء الناخبي وهي إعلامية مشاركة في الوقفة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين من عدن مساء الخير أستاذ غيداء أستاذ غيداء تسمعينني؟ أيوة بسمع. أهلاً بك غيداء وأود أن يعني نتحدث عن الوقفات الاحتجاجية التي نفذها أقارب المختطفين أمام قصر المعاشيق أو القصر الجمهوري في المعاشيق، هل لقيتم أي استجابة من الحكومة أستاذ غيداء؟ استغفر الله لكن يعني أعتقد تقدر تسألي على الوقفة الاحتجاجية التي نعم نفذها المختطفين في المعاشيق نعم تفضلي أستاذ غيدا ما زلت معنا؟ إذن سنعود الاتصال بك أخت غيدا للحديث عن هذه الوقفات برأيك أستاذ يعني موقف الحكومه وعدم الاستجابه لهذا الملف الحساس يعني طريقه تشعر هؤلاء الاهالي ان هناك حكومه تقف معهم وتسمع لمصابهم يعني ربما هم تعبوا من الوعود وهذا الملف حساس للغايه كيف تقيم هذا الـ لا يستطيع مطلقا احد الا ان يعترف بان هناك ضعف ليس ظاهر فقط وانما ضعف مؤلم موجع في اداء الشرعيه بشكل عام ولئن اعفينا الشرعيه في بعض الملفات على سبيل المثال ممكن ان اقدر موقف الشرعيه او يعني ضعفه في اداء الملف الحربي العسكري كون التحالف هو الذي يقود الحرب وهو الذي ربما يصنع التكتيكات والاستراتيجيات لكن ليس هناك مبرر مطلقا في ان يعني ان تكون الشرعيه بهذا الضعف ومؤسساتها بدءا بالرئاسه والحكومه والوزارات المعنيه تجاه معتقلين من افضل ابناء عدن يعني من افضل ابناء هذه المحافظات قادوا يعني ضحوا بدمائهم، ضحوا بارواحهم، ضحوا بانفسهم في سبيل استعاده الشرعيه ثم يكافئوا بان يبقوا الان في السجون، ولهذا لا يستطيع احد مطلقا ان يدافع عن موقف الشرعيه فهو ليس سيء فقط وانما اسوا ما يمكن ان يتخيله شخص لان تحريك هذا الملف ليس بالصعوبه يعني هذا الملف ليس لا نصدق مطلقا ان انه كما يقال رقم بالغيب هذا ملف واضح لدينا امهات لدينا اسر تطالب بابنائها لدينا سجون موجوده في هذه وبالتالي يستطيع الرئيس هادي ويستطيع الرئيس بن دغر ويستطيع تستطيع مؤسسه الشرعيه ان تحرك هذا الملف هنا ايضا اشير الى نقطه مهمه وهو أن وهي أن من ضمن أسباب إعاقة انعقاد البرلمان مثل هذه الملفات، لأنهم إن استطاعوا أن يحرقوا الرئيس أو أن يلجموا الرئيس ورئيس الوزراء، فلن يستطيعوا أن يلجموا 300 عضو عن المطالبة، ولهذا من ضمن الملفات التي يعني لا يريدون فتحها هذا الملف لي وبالتالي اعيق انعقاد البرلمان الذي كان قاب قوسين او ادنى من ان ينعقد في اليمن لكن للاسف الان نحن على امل ان يتحرك عودة الرئيس يعني هل تتوقع انه يعني قد بوجوده في عدن قد يفتح مثل هذا الملف وعودة البرلمان يعني ألا يفترض بعد مثل هذا التقرير أن يكون هناك مطالبة بزيارة هذه الأماكن من قبل رئيس الدولة أو رئيس الحكومة على الأقل؟ والله كذا يعني بناء على ما الذي اتفق الرئيس مع التحالف في موضوع العوده الى عدن؟ هل هو فتح يعني اعاده المياه الى مجاريها وكما يقال تلافي الاخطاء وتعزيز مؤسسات الشرعيه والدوله في المحافظات الجنوبيه وعدن بالتحديد ام انه فقط عباره عن شيء من التسكين لأهداف أخرى كما ذكرت بعض التقارير. نعم. يعني والمراقبون هناك يقولون يعني بالضبط، ولهذا هذا لا استطيع أن أعول عليه كثيراً. أنا أعول على واحد البرلمان أن ينعقد، لابد من أن ينعقد وأحمل البرلمان وأنا أحد هؤلاء الذين نتحمل المسؤولية في أننا ننعقد ولو بعيدًا عن رضا التحالف أو عن رضا الرئيس هادي أو كذا، لأن هذه جزء من واجبنا ومسؤولياتنا، لكن للأسف يعني للأسف كنا قد اجتمعنا أكثر من مئة عضو بل قريب مئتين عضو كنا يعني قريب قريب الثلثين وكان بعض زملائنا النواب في محافظة جاهزين للالتحاق باجتماع المجلس لكن للأسف في لحظة ما انتهى الاستعدادات كلها وكأن شيئا لم يحدث نعم إذا برأيك يعني التعامل مع الحكومة بهذه الخفة ولا مسؤولية هل الحكومة، هناك من يقول أن الحكومة هي وضعت نفسها في هذا الموضع، وهناك من يقول أن هناك ضغوطات نحن لا نعلمها، يتحملها الرئيس هادي و يعني ولكنه يظهر في بعض المواقف صارما وبعض القرارات يعني يعني رغما عن التحالف رضاه أو عدمه. هل تجد أن يعني فعلا الحكومة هي السبب في وضع نفسها في هذا الموقف أم أن فعلا التحالف بقيادة السعودية والإمارات ينظرون لهذه الحكومة بالكثير من الخفة أظن العاملان قد اجتمعا. أنا قلت من هذا المكان أيضا أنه للأسف عندما استنجد بالتحالف لم يستنجد به بطريقة كما يقال والرأس مرفوع استنجد بالتحالف وارتمت الشرعية تحت يعني للأسف إرادة التحالف ومن ثم سلمت كل شيء للتحالف دون رقيب ودون شروط بل دون حتى تحديد مسؤوليات ومهام نعم. يعني كما يقال فوضناك مطلقا ثم ظلت الشرعيه تنتظر من التحالف دو ادوار ادوارها هذه كانت كارثه هي التي قادت بعد ذلك الامر الثاني نعم. لا ايضا لا ينكر احد انه للاسف للاسف الاخوه في التحالف خاصه الاخوه في المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده للاسف آه يعني ماذا اقول هل هل هم تائهون بالضبط ام ان هناك اجندات اخرى تتباين الرؤى في هذه الجزئيه لكن الاثنان العاملان شريكان في مثل هذه يعني النتائج نعم اذا سمح لنا أستاذ شوقي ان توسد المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لكم إذا أهلا بك من جديد أستاذ شوقي، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، برأيك أستاذ شوقي ألا ترى أن الحكومة هي المتضرر الأول والأخير من هذا الموقف الذي وضعت نفسه فيه والذي وضعت تحالفه فيه يعني هي التي ستتحمل تبعاته هي التي ستُسأل عنه ذات يوم وهي تفرط في حقوق مواطنيها. هنا نشير بداية أن مثل هذه القضايا يا أستاذ آسيا قضايا لا تسقط بالتقادم. نعم قضايا انتهاكات حقوق الانسان قضايا التعذيب قضايا القتل قضايا الاعاقه قضايا الاخت... هذه لا تسقط مطلقا بالتقادم ويوما ما سيتعافى اليمن وسيتعافى اليمنيون وسيفتح الملف سواء ضد الذين انتهكوا حقوق الانسان سواء كانوا في الشرعيه او في التحالف او في مليشيا يعني الحوثيين والانقلابيين هذه الجزئيه الاولى الجزئيه الثانيه في موضوع الحكومه وشعورها بالمسؤوليه هنا للأسف يعني للأسف عندما لا تكون الأنظمة نحن في حالة حرب أولا ثم تعودنا وتعود مسؤولون أن لا يتحملوا المسؤوليات كمرض مصاحب لأداء المسؤول اليمني بشكل خاص والمسؤول العربي بشكل عام أن تحمل أعباء المسؤولية و الاعتراف بالتقصير ليس الظاهرة وبالتالي بمجرد ما يذهب من الوزارة ينسى ملفه ويغلق تماما لكن مثل هذه القضايا ينبغي وأنا هنا أؤكد على أن أسر الضحايا من المعتقلين والمنتهكين والمقتولين ينبغي أن يعدوا ملفاتهم ليوم سيفتح الملف سيفتح الملف وأن لا يغلقوها مطلقا وأن لا يعتبروها كما يقال قيدوها ضد مجهول لأنها ستفتح تماما لكن المتضرر نعم تحالف متضرر لان من سيقتل له انسان وسيعاق له انسان وسيتضرر له انسان لا يمكن ان ينسى مطلقا مهما كانت الامور وكذلك ايضا الشرعيه وكذلك الرئيس وكذلك البرلمان وكل المؤسسات كل ياخذ نصيبه ولكن بشكل عام يعني الامر عائد على حماس اهالي الضحايا واحتفاظهم بهذه الملفات نعم هذه الان في عدن والوقفات والمناشدات لا تفصله عنها سوي امتار قليله ربما او مسافه قريبه مع ذلك لا يزال الصمت هو المطبق علي كل هذه الوقفات من قبل الشرعيه ألا يدفع هذا الصمت إلى المزيد من الانتهاكات المزيد من الأخطاء الأعمال غير المشروعة أيضا يعني حين يعذبون هؤلاء هم يثقون أن لا أحد سيسأل عنهم أولا لابد أن نتساءل قبل ذلك ما طبيعة وجود الجزء اليسير من الشرعية الآن في هذه المحافظة يعني على ما الاتفاق الذي تم إن كان هذا الوجود شكلي فلن يعني ما ما بتفرق مطلقا لانه سيقال له احنا جئنا بك هنا شكليا يعني اما اذا عادت وهو الى الان لم تعد الشرعيه حقيقه الى هذه المحافظات كشرعيه كمؤسسات زياره الرئيس قد نعتبرها زياره عيد يعني ما مدى بقاء الرئيس ثم ما مدى حضور رئيس الحكومه ثم ما مدى مؤسسات الدوله والوزارات ثم ما مدى انعقاد البرلمان هنا سيفتح الملف وانا اتصور بان القضايا مثل هذه القضايا ستتحلحل ولربما تنصف، لكن اذا بقي الوجود شكلي فلا ننتظر يعني اي نتيجه مطلقا. نعم، هل يمكن ربط ما يحدث او صدور هذا توقيت صدور هذا التقرير وما يحدث في الحديده؟ هل تتوقع ان هناك يعني ضغوطات معينه بظهور هذا التقرير؟ في السياسه كل شيء وارد، وكثير من هذه المنظمات يعني ربما مع وجود جزء انساني وحقوقي فيها لكن لا يمكن مطلقا ان نغفل ان فيها جزء سياسي خاصه من الداعمين والممولين والمستخدمين ونحن قبل يعني امس او اول امس انسحبت الولايات المتحده الامريكيه من لجنه حقوق الانسان انما يدل على انه للاسف هذه الانظمه الان وخاصه النظام الامريكي صار نظاما بشعا فيما يتعلق بحقوق الانسان ما هذا يؤتمن لا على حقوق الانسان ولا, ولا على الديمقراطيه ولا على السلم والامن الدوليين يعني ال ال القوى المهيمنه دائمه العضويه في مجلس الامن هي التي كان يعول عليها بموجب ميثاق الامم المتحده لحمايه السلم والامن الدوليين للاسف مع صعود هذا الرئيس المجنون مع صعود هذا الرئيس الكارثه ترامب واليمين المتطرف في بعض الدول الاوروبيه مع صعود هؤلاء العالم الان في حاله ترقب وخوف وبالتالي لا احد يمكن ان ربما يمكن يعني لا يستبعد مطلقا ان يتحرك هذا الملف كما ذكرت في البدايه لنوع من انواع الابتزازات لا تصب في خدمه المعتقلين والمنتهكه حقوقهم، وانما لخدمه الاهداف السياسيه لجهات تقف وراء هذه المنظمه، هذا شيء وارد ايضا لا. ممكن. تنعقد احدى جلسات مجلس الامن هذه الايام استاذ شوقي في جنيف. أه ليست الأولى ولن تكون الأخيرة جلسات جلسة ربما في العام الواحد أربع إلى خمس جلسات ولكنها تنتج تقارير لكن لم تؤثر على الأرض يعني مثل هذا التقرير أه لو كان في دولة أخرى ربما لقامت الدنيا ولم تقض عليه لكننا بتنا نعلم أن اليمنيين يعني النظر إليهم ليس بنفس النظر الآدمية. يعني قصدي قد لا يكون بهذا 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 الشكل يعني قد اكون يعني قسوت في التعبير ولكن هذا ما ليس قسوت انت شعرت بالشعور الانطباعي يعني نعم الاول لكن نحن اذا اردنا ان يعني ندقق نوعا ما او اكثر تدقيق هذه المنظمات الحقوقيه ليست لها سلطات دول هي ليست مجلس الامن هي عباره عن منظمات تكتفي ب المناصرة والتقارير والكشف والمتابعة في ظل الحروب تضعف مثل هذه المنظمات طبيعة يعني ليس هذه القضية ليست حصرا فقط في اليمن في كل الدول الآن التي فيها حروب فيها أضعاف مضاعفة من انتهاكات حقوق الإنسان بل إن هناك دول أيضا ليس فيها حرب وإنما فيها ربما مشاكل داخلية بين مكونات اجتماعية نفس الكلام أيضا التوازن الدولي احيانا الصراعات الدوليه المصالح الدوليه تضحي احيانا بهذا الانسان مقابل لكن السؤال هنا الان لماذا نبحث عن المجتمع العالمي اين الضمير اليمني واين العقل اليمني واين الحكمه اليمنيه اليوم اذا لم يعد الرشد للحوثي وانا اتمنى ان يتدارك ما يمكن تداركه اقل شيء الان في الحديده الحديده اليوم ستحرر ستحرر سواء عاجلا او اجلا خلال أيام وخلال أسابيع لكن انظر إلى هذا الصلف وهذا التعنت من هذه الميليشيا التي الآن تحفر الخنادق في الشوارع تتمترس في البيوت القناص الآن يعتلون العمارات لماذا؟ ليس ليوقفوا فارق التسليح وفارق القوة وفارق الهمة وفارق الإرادة كبير جدا التحرير قادم لكن لماذا كل هذه المحاولات العابثة من هذه الميليشيا؟ إنما لسفك دماء وأرواح الآلاف ويعني المئات وربما الالاف من ابناء الحديده وخاصه المدنيين هم هم منهزمون منهزمون لكن انظروا الى هذا الصرف وبالتالي اتمنى ان 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 نتساءل اين الرشد اليمني واين العقل اليمني قبل ان نتساءل اين الرشد الامريكي او اين الرشد الدولي لان العالم الان صحيح انه ليس في حرب عالميه لكن الوضع العام في منطقتنا انما هو وضع صراع سواء صراع صامت او صراع ربما استخباراتي او مصالح وبالتالي لا, لا ننتظر كثيرا من هؤلاء نعم اذا وانت تتحدث الا ننتظر كثيرا لهؤلاء استاذ شوقي يعني الكثير يعني يتحدث عن ان رغم ما يحدث في اليمن من حروب ومن ماسي، هناك ايضا اصبح وجود شرخ اجتماعي كبير بين كثير من المكونات، ولكن يعني ايضا هناك قضايا يظهر فيها التفاعل بشكل كبير، وقضايا يعني للاسف الشديد تموت وكانها يعني لم تكن، مثل هذا التقرير الا يفترض ان يعني يحرك الراي اليمني، يحرك يعني نعلم انه مجرد تويته واحده قد تصل الى ملايين الناس ويتم الضغط على دول كثيره لتغيير كثير من السياسات لماذا نحن يعني الا نشعر يعني ان هناك تخاذل في هذا الجانب الحقوقي استدرك جمله في اطار موضوع المنظمات الدوليه و ومع هذا ذاك الجواب الذي انا اجبته عليه في موضوع انه لا ننتظر طويلا لكن ايضا لا يمكن مطلقا أن ننسى أن هناك جهد من بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن التي تقدم نوعا ما ما تستطيع أن تقدمه لكن لا ننتظر منها أكثر من ذلك أما فيما يتعلق في سؤالك الأخير آه نحن شعوب عاطفية أولا ذواكرنا شبه يعني كما يقال مخروقة ولهذا نثور في قضية ما ثم يوم 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 نخفض يستدعينا ذلك إلى مأسسة النضال. أي قضية يا أستاذ أي قضية تمأسس صح وترتب لها صح يرتب لها صح ويكتب لها خطة ويتحملها أناس يؤمنون بها ويناضلون في سبيلها ويستمرون في بذل الجهد لا يمكن أن تُنسى مطلقا، أما أن ننتظر تقرير في هناك في هناك من يبرر أستاذ شوقي يعني دعني أتوقف معك عند هذه النقطة هناك من يبرر أنه تلاحق القضايا هو ما يميت السابقات يعني من كثر المآسي التي تحدث لم يعد الناس أولا يحدث تبلد ثانيا يعني يحدث قضية يعني تقتل أختها أو تمحو تفاعل أختها يعني اب يعذب ابنته جثة وجدوها مقطعه سجون سريه تم ممارسه التعذيب السيء والبشع فيها جثث وجدت مقطوعه الراس يعني تلاحق القضايا السيئه لم تعد تترك مجال للتفاعل معها هل هذا لو ضربنا مثل يا استاذ العسين. انا لو ضربت الان مثل لا سمح الله في انسان لديه مرض مركزي رئيسي يعني يعني كارثه وتحصل فيه أمراض جانبية يحصل لديه نزيف في هذا الأصبع ويحصل لديه ما الواجب بالضبط؟ لا يعني معالجتي للمشكلة الجذرية يعني المشكلة الرئيسية جذريا إغفال النزيف الذي حصل حتى في الأصبع إن شاء الله فكل يغطي حسب استطاعته لكن هذا الكلام يستدعينا إلى أن نقول أن في اليمن سرطان مشكلة مشكلة رئيسية الحل لكل هذه المشاكل جذريا باستئصال هذا المرض وبالتالي لا بد من انهاء الانقلاب لا بد من استعاده الدوله ولا بد من تعزيز مؤسساتها ولا بد من البدء بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واقاليم اليمن الاتحادي هذا جوهريا لكن ذلك لا يمنع مطلقا اين الاف الشباب الاف الاعلاميين لماذا يجرون مع بعض في هذه القضية الكل في هذه القضية توجه لماذا؟ لماذا هذه القضية لا يتبناها مجموعة؟ لو أن كل قضية تبناها خمسة أشخاص فقط لا غير جزء حقوقي وجزء إعلامي وجزء في التواصل وإلى آخره لحركوها بطريقة صحيحة هذا أمر الأمر الثاني لنا أيضا في بصراحة جبهة الإنقلابيين الحقوقية والإعلامية نموذج يعني لديهم في كثير من الدول العالمية المؤثرة لديهم ناشطون وناشطات يحركون كثير من الملفات بطريقه ماكره وطريقه ذكيه. العالم بالاخير يتواصل مع من يتواصل معه. والعالم بالاخير لا يطرق باب احد يعني لا هو لا يطرق باب احد. نعم. في منظمات نوعا ما تشتغل في الطرق لكنها في ظل الحروب تخاف ونحن نعرف ان كثير من هذه المنظمات الحقوقيه مصحبة. رحلت وانسحبت من اليمن لانه خاصه بعد مقتل عضو اللجنه الصليب الاحمر وغيره وبالتالي يخافون هؤلاء، لا يشتغلون في ظل الحروب. اذا نحن الذين يجب ان نتحرك اليهم. الشرعيه من ضمن الثغرات الواضحه في انها لم تمأسس هذه الجبهه. لم تكون لها غرفه كنترول. لا هناك يعني عند و... هذه ربما حين ضربت مثال الجسد والمرض يعني هناك من يتحدث او من يحلل بان اشكاليه الشرعيه عمليا كانت هي التركيز على جهه معينه وهي ربما الجهه العسكريه والتي لم يعني يتم الخلاص منها خلال ثلاث سنوات متناسيه الجهه الاعلاميه، الجهه الحقوقيه، الجهه الصحيه، الجهه كثير من ال يعني الفرق لم تفعل بشكل حقيقي، هل تتفق مع مية في المية هذا في 100% هذا لا يحتاج الى سؤال ولا يحتاج الى اتفاق. انا اعرف حقوقيين، اعرف حقوقيين بادروا في بدايه الـ 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 يعني حرب اليمنيين ضد هذه الميليشيا في البدايه. يعني في منتصف 2015 بادروا وقدموا خطة متكاملة للشرعية وللتحالف في تكوين جبهة حقوقية وأعرفهم بالاسم للأسف ماتت هذه الفكر. هذا الطلب ووضعت الملفات في لأن لماذا؟ لأنه للأسف لأن الشرعية أصلا التحالف يتعامل مع رئيس الجمهورية ومع الحكومة عن طريق اللجنة السعودية م. هؤلاء الناشطون ما استطاعوا أن يصلوا إلى جميع المؤثرين في التحالف فتواصلوا مع الشرعية الشرعية للأسف تائهة كانت جدا تائهة أكثر من عد الآن نوعا ما تحرك بعض الملفات بطريقة رتيبة لكن كانت في البداية تائهة تماما يعني كأن قيادة الشرعية كانوا منتظرين في غرفهم ينتظرون ماذا سيأمرهم التحالف فكانت هذه يعني للأسف التي قسمت كما يقال ظهر البعير فواضح تماما ان هذه من ضمن المثالب تماما انهم نسوا يعني كل الجبهات نعم بنسيان كل هذه الجبهات استاذ يعني لنقول في البدايه كان هناك توهان في السنه الاولى لم يكن هناك استعدادات لكن لما يعني يستمر العمل بنفس الوتيره وبنفس الرتابه يعني ثلاث سنوات ونيف يعني الا يفترض ان تكون قد حركت المياه الراكده؟ قد اشعرتم ان هناك مسؤوليات عليهم القيام بها؟ قد اشعرتم ان ان ما يقومون به خطا؟ يعني يفترض بهم تصحيحه؟ هو ربما يعود الى عده اسباب. السبب الاول انه التيهان. هذا خلاص نخليه عنوان عام. السبب الثاني غفله قيادات الشرعيه عن تاثير هذه المنظمات والناشطين والناشطات. احيانا يا استاذه ناشط واحد حقوقي او ناشطه حقوقيه فقط من طرف الانقلاب تستطيع ان تتواصل حتى الى مجلس الامن والى والى والى. هؤلاء للاسف في صف الشرعيه تائهون عن هذه الامور الثقافه الحقوقيه لديهم ثقافه المناصره ثقافه منظمات المجتمع المدني ثقافه المنظمات الدوليه بعضهم لا يعرف عنها شيء بل بعضهم مشوه لديه هذه الصوره يعني لديه وبعضهم يتصور ان الملف السياسي متحكم في كل الملفات متناسي ان الراي عام يحرك بعض الملفات اليوم الكونغرس عندما يضغط على الرئيس الأمريكي ويضغط على وزارة الدفاع الأمريكية في عدم دعم التحالف والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بناء على ماذا؟ من أين هؤلاء النواب؟ علما أنا أريد أن أنبه هنا علما بأن أغلب هؤلاء الناس لا, يعرف لا يعرفون خارج أمريكا يعني عندما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية أنا زرت أكثر من عشر ولايات عشر ولايات تقريباً عندما تسأل سياسيين حتى عن بعض الدول لا يعرف اين هي بالضبط، لا نتصور ان لديهم الاهتمامات بما يجري في اليمن او، انما تحركهم ما يلي، يحركهم لوبي الشركات لوبي شركات السلاح، لوبي شركات النقل، لوبي شري... الى غير لوب... لوبيات الشركات العملاقه والنفط والى اخره، وتحركهم ايضا لوبيات منظمات المجتمع المدني وخاصه اللوبيات الضاغطه التي تشتغل بطريقه ما للاسف التحالف لا يعي مثل هذه الامور حتى التحالف ايضا لانه نعم. للاسف ايضا لا تتصوري كان ايضا كان لديهم رؤيه لا يعني لا كان من امس يعني اذا شكرا جزيلا لك شوقي القاضي فقط البرلماني ممكن و... فقط ممكن فقط, فقط انا فقط. اتنبه اتمنى هنا الان لا. أن, ان 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 ما يلي واحد يعني نكمل الحلقه كما يقال بما يلي واحد اطالب بالافراج الفوري عن هؤلاء المختطفين المعتقلين واطالب بتعويضهم ثانيا وبإغلاق السجون وبتعزيز وجود الشرعيه ومؤسساتها وبتفعيل دور القانون ومؤسسات القضاء لكي يشعر المواطنون بأن الشرعيه عادت الى هذه المحافظه. نتمنى ان تصل هذه المطالبات استاذ, و... أستاذ شوقي ويقام بها يعني هي امنيات شكرا جزيلا لك شوقي القاضي البرلماني والباحث. في القانون الدولي أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعاية الله وأمنه